الحبل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام متابعي قناة ياس والقنوات الناقلة لهذا الحدث الرياضي الكبير جائزة زايد الكبرى على أرضية هذا الميدان ميدان الوثبة عاصمة الميادين انطلاقة سليمة لشوطنا الخامس في تعداد أشواط مساء هذا اليوم الشوط الخامس وهو الشوط الخاص بالحجائج البكار نتمنى التوفيق لجميع الأخوة المشاركين ننطلق بصدارة هذا الشوط نتابع البداية ومقدمة وأرهن اللي قادت المجموعة منذ البداية بناموس هذا الشوط في هذا الاندفاع المثير نتابع هملولة للسيف بخرفاب مطر الشامسي ولكن التسلل لذخيرة لسعيد بن سالمين بن حمد النعيمي من يقدم ذخيرة اللي قادت المجموعة تليها مع المركز الثاني نتابع ديمة بشعار عيسى بن سالم بن معصم الحميري ومع المركز الثالث التقدم في هذه اللحظات والتسلل الباين مع المركز الثالث للحذرة لمحمد بن عبيد بن خلفان الشامسي والقدوم على مستوى المركز الثالث نتابع المسك المبارك بن سعد بن سعيد بن مضحية العامري ولكن من الجانب الآخر وصلت الأسامي في هذا الشوط المليء بهذه الأعداد التقدم على مستوى المركز الرابع نتابع منصورة لحميد بن راشد بن فالح الشامسي ومن الجانب الآخر مع المركز الخامس نتابع الهبوب لمحمد بن خميس بصوب الاكتبي ومع المركز السادس انطلاقة مثيرة ورائعة في هذه اللحظات بشعار عيسى بن سالم بن معصم الحميري ولكن القدوم من ناصية لخليفة بن محمد بن شاهين المرر مع المركز السابع ثامن التحديات نتابع الانطلاق لبلشل عبد العزيز بن محمد بن سالم الفيده المري ومن الجانب الاخر نتابع متعبه لمحمد بن سالم بن راشد العيض بالاكتبي ومع المركز العاشر القدوم في هذه اللحظات مع الداوديه احمد بن سالم بن سيب الشرقي العامري هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام ندانا الأول للعشر الأسامي المتقدمة ولكن لنا عودة مع صدارة هذا الشوط نتابع منصورة اللي انطلقت بالصدارة بشعار حميد بن راشد بن فالح الشامسي والداودية قادمة مع المركز الثاني لأحمد بن سالم بن سيب الشرقي ومن الجانب الآخر الهبوب لمحمد بن خميس بالصوب الاكتبي مع المركز الثالث رابع التحديات الاسم القادم في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق المتميز العنود لحمد بن عبد الله بالطير العامري الموقف خطير والاسامي القادمه مع هذا الانطلاق المتميز نتابع المركز الخامس نتابع سيوف لمحمد بن راشد بالضحاك المنصوري من يقدم سيوفه والمجموعة القادمة في هذه التحديات نتابع التسلل المهمة لعلي بن محمد بن قناص العامري تتسلل بأول ندى ولكن لنا عودة مع الصدارة مع البداية ما شاء الله تبارك الله طيور طائر الحجايج في أول أيام هذا المهرجان الصدارة والمقدمة وتحديات هذا الشوط ولكن أرى التغيير الداودية على مقدمة هذا الشوط لأحمد بن سالم السيف الشرقي من يتابع الداودية منصورة مع المركز الثاني لحميد بن راشد بن فالح الشامسي والتقدم مع العنود لأحمد بن عبد الله بالطير العامري اللحظات الأخيرة أهالي الساد هم الأقرب لناموس هذا الشوط مع هذا التحدي المثير والداودية تنطلق بالصدارة تنطلق بالمقدمة سلام الساد تحية واحترام مع هذا الأداء المتميز اللي تقدمه الداودية وأحمد بن سالم السهيل بالشرقي العامري من يحكم القبضة على مقدمة هذا الشوط السلامات لأهالي الساد مع هذا الأداء المتميز تهانينا لأحمد بن سالم السهيل بالشرقي المركز الثاني العنود أحمد عبد الله بالطير العامري المركز الثالث تاتي أيضا منصورة لحميد بن راشد بن فالح الشامسي ومع المركز الرابع
المركز الرابع نجوى لناصر بن سيف بن سالم النيادي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة مشاهدينا متابعين الكرام لمراكزنا المتقدمة في هذا الشوط. لنا عودة مع التوقيت الزمني. هذه لحظات الوصول مشاهدينا متابعين الكرام والداودية. من انتزعت ناموس هذا الشوط 5:50 تسعى الزامنة الثانية. تهانينا لمالك الداودية أحمد بن سالم بن سهيل بن شرقي العامري مع هذا الانطلاق المتميز. بينما اللي وصلت مع المركز الثاني العنود 5:52 بالوفاء والتمام. تهانينا لأحمد بن عبد الله بالطير العامري واللي وصلت مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول منصورة تأتي بتوقيت زمني مقداره 5:52 سبعة الزامنة الثانية. تهانينا لحميد بن راشد بن صالح الشامسي. تهانينا للجميع والناموس.